منظر خالص بس. أجواء تصعيدية بالتأكيد تشهدها المنطقة بعد اغتيال القيادية في حزب الله فؤاد شكر، ومن بعده إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران. وإسرائيل ما زالت مستمرة في تجاوزاتها بحق الشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفا إنسانية شديدة الوطأة. وكذلك بعد التلويح والتصريح الذي صدر عن وزير المالية الإسرائيلي باستخدام سياسة التجويع أو تجويع 2 مليون فلسطيني أحرار من العرب من أراضينا الفلسطينية الحبيبة من أجل الإفراج عن المحتجزين الرهائن. الحقيقة أنه حالة من حالات التصعيد المستمر من جانب الكيان المحتل، وعلى الجانب الآخر تحشد نفسها كذلك للاستعداد لأي ضربة محتملة من إيران ومن حزب الله أو من أذرع إيران بصورة عامة. أيضا وختاما، كان بالأمس البيان الذي صدر عن قادة الدول الثلاث مصر الولايات المتحدة وقطر الذي فيه دعوة جادة وحقيقية لوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، والذي أبدت فيه إسرائيل موافقة مبدئية وأعلنت حتى أنها سوف ترسل وفدا للمشاركة في الاجتماع يوم 15 أغسطس. إلى أي مدى سيكون هناك التزام من قبل إسرائيل؟ وكذلك تفاصيل أخرى بشأن الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية نتابعها بالتحليل والتفصيل مع ضيفنا الكريم دكتور إبراهيم النجار مدير تحرير الأهرام. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. نحن نعيش منذ 10 أشهر في واقع بكل المعاني مأساوي، ليس فقط على الفلسطينيين ولكن على كل إنسان يملك ضمير في هذا العالم. قراءة حضرتك السريعة لعشرة أشهر مرت على الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين العزل. يمكن أنا برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يمكن إحنا بنعيش أجواء يعني غير طبيعية، أجواء تصعيدية، أجواء عدم استقرار في المنطقة، ده جراء الحرب الإسرائيلية على غزة على أهلنا في القطاع. أعتقد إحنا بنتكلم في أكتر من 307 يوم، أكتر من 10 شهور حرب ضروس غير مبررة على الإطلاق ليل نهار برا وبحرا وجوا، حرب إبادة إنجاز التعبير لإخواننا في قطاع غزة. يمكن الحرب مستعرة وحرب غير مبررة وحرب يعني طاحنة كما يقولون. أعتقد أنه الأجواء طبعا يعني نحن في حاجة ماسة إلى وقف هذه المهزلة إنجاز التعبير. نحتاج بشكل كبير جدا لضغوط دولية جادة، ويمكن هنتكلم باستفاضة في هذه في هذا الشأن تحديدا. يمكن زي حضرتك تفضلت في التقرير، أيضا إسرائيل ماضية قدما في تعنتها. إسرائيل تمارس كل التجاوزات إنجاز التعبير وتضرب بحقوق الإنسان وحقوق حتى الحيوان عرض الحائط وبالمواثيق الدولية وباتفاقيات جنيف والأربعة. أعتقد أنه إسرائيل لابد لها من وقفة، لابد لها من قوة رادعة تردعها بشكل أو بآخر. يمكن هنتكلم باستفاضة في الفترة اللي جاية يمكن زي ما حضرتك قلتي عن التداعيات اللي حاصلة في المنطقة، يمكن كمان تأثير الاختيار حماس وما بعد اغتيال هنية. أعتقد الأمور يعني تحتاج مننا إلى يعني وقفة جادة، وهناك كثير وكثير من الأحداث التي لابد أن نقف أمامها بشكل جدي. طيب دعنا دكتور بداية نبدأ مع البيان الذي خرج بالأمس عن قادة الدول الثلاث مصر الولايات المتحدة وأمريكا، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، والذي أبدت فيه إسرائيل موافقة مبدئية وأنها سترسل وفدا للمشاركة في الاجتماع يوم 15 أغسطس سواء في الدوحة أو في القاهرة. برأي حضرتك ما هي أوجه الاختلاف في هذا البيان الصادر عن الدول الثلاث عن مثيله أو ربما عن الأطروحة أو المبادرة التي قدمها جو بايدن في 31 من مايو الماضي؟ نعم، هي استكمال زي ما يمكن زي ما حضرتك تفضلت، هي استكمال لخطة الطريق اللي كان وضعها جو بايدن الرئيس الأمريكي في 31 مايو الماضي. هذه البنود التي أقرتها يمكن أقرها مجلس الأمن بعد كده في 31 يوليو الماضي أيضا، بتدعو بشكل كبير لوقف إطلاق النار، إرسال
ارسال مساعدات فوريه لاخواننا في غزه. القطاع مدمر بشكل كبير جدا، القطاع مقبره يعني على حد تعبير الامين العام للامم المتحده، مقبره للبشر والحجر ايضا والشجر وكل ما يتعلق ب يعني وكل ما هو موجود في على هذه المساحه الصغيره جدا جدا 360 متر يمكن او اقل شويه. اعتقد انه البيان الثلاثي اللي طبعا صدر عن مصر والولايات المتحده الامريكيه وقطر، اعتقد انه هو استكمال زي ما قلت لحضرتك، هو استكمال لخطه الطريق التي كان بايدن اقترحها في 31 مايو الماضي. اسرائيل ابدت موافقتها، وكثير من الدول حتى الدول العربيه يعني ايدت ورحبت بشكل كبير جدا جدا بهذه المبادره، يعني لانه طبعا يعني زي ما بنود المبادره بتقول لقد حان الوقت لوقف اطلاق النار في القطاع. حان الوقت، يمكن أنا بقول وقف هذه المهزلة إنجاز التعبير، هذه مهزلة كبيرة جدا. إسرائيل تتعنت بشكل كبير جدا وماضية قدما في حربها على غزة، تريد يعني هي تنتهك سياسة التهجير أو تهجير الفلسطينيين أو تفجيرهم، يا التهجير يا التفجير يعني إنجاز التعبير. أعتقد أنه هذه سياسة خاطئة، وهذه يعني بتتكلم في أكثر من 40,000 شهيد إلى الآن وأكثر من 70,000 جريح. أعتقد أن الأحداث، أسف، الأرقام مفزعة جدا، أكثر من 70% من البنى التحتية دمرت بالكامل، في أحياء أبيدت عن بكرة أبيها وسويت بالأرض، في المنازل قدمت على رؤوس ساكنيها. أعتقد أنه المدارس لم تنجو، من المستشفيات يعني مراكز الإيواء، كل مراكز الإيواء زي ما حضرتك تفضلتي. أعتقد أنه كل ما هو ينبض بالحياة في قطاع غزة، اعتقد انه هو يعني مات منذ امد بعيد. استخدام الولايات المتحده والحقيقه قاده الدول الثلاثه عموما، يعني استخدام جمله او مصطلح او وصف حان الوقت، بل ان الوقت تاخر كثيرا دكتور ابراهيم، ولكن يعني ان ياتي خيرا من ان لا ياتي على الاطلاق. فكره التوقيت وانه حان الوقت واستخدام هذه المفرده حان الوقت، ونحن نعلم جيدا كيف ان الولايات المتحده تستخدم المفردات بدقة، أنها تعلم تماما معنى كل مفردة وتأثيرها في العملية السياسية أو اللعبة السياسية. أن تقول الولايات المتحدة ومعها مصر وقطر حان الوقت، هل معنى ذلك أننا ربما نرى وجها آخر مختلف، نرى وجها جادا هذه المرة من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار؟ بصي، أنا في اعتقادي الشخصي أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن على الإطلاق وسيط نزيه بالمرة. الولايات المتحدة الأمريكية تتماشى مع سياسة إسرائيل بشكل أو بآخر، تدعم إسرائيل بشكل أو بآخر بكل السبل والوسائل الممكنة، سواء على المستوى العسكري، المستوى اللوجستي، المستوى المخابراتي، المستوى الأمني، المستوى الاقتصادي، حتى كمان التبرعات اللي بتحصل لإسرائيل، بتدعم إسرائيل بشكل كبير جدا. كل ما طلبته إسرائيل من أمريكا نفذ فورا، وعلى العكس تماما، وكل ما طلبته أمريكا من إسرائيل لم ينفذ منه نتنياهو شيئا على الإطلاق. أعتقد أنه استخدام المفردات واستخدام الألفاظ ما حضرتك تفضلتي وأوجزتي في هذا المجال، أنه حان الوقت، وبل يمكن تأخر زي ما حضرتك على حد قلت حضرتك، أنه الوقت فعلا تأخر كثيرا، وتركنا غزة يعني بمفردها. أعتقد أن العالم كله يعني لابد أن يقف وقفة جادة. يمكن إحنا بنقول أنه في ترحيب بشكل كبير جدا من المبادرة، من البيان الثلاثي، نعم، ولكن نحتاج إلى مزيد من الضغط، مزيد من الجدية، مزيد من ضبط الأمور بشكل كبير جدا جدا، وإعداد هذه الورقة أو هذه الخطة بشكل جيد. يمكن كمان المنطقة على شفا يعني حرف جارف زي ما بقوله، يعني في طريقها للانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، يمكن ده اللي خلى أو دعا أمريكا تتدخل بشكل كبير جدا. يمكن أمريكا حطت معادلة نوعية إلى حد بعيد، يمكن بتقول إسرائيل بما يعني بما هو معناه أنه يا الرد الإيراني على إسرائيل بشكل كبير جدا، يا إما تهدئة والدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وأعتقد أنه لو حدثت حلحلة في هذا الملف، يمكن
الرد الإيراني يتأخر كثيرا أو على الأقل يكون محدودا. يمكن طبعا احنا عارفين اللي حصل قبل كده أنه كان في تنسيق بشكل أو بآخر بين إيران وأمريكا وإسرائيل حتى لما ردت على ضرب القنصلية الإيرانية في إبريل الماضي. نعم كان رد يعني أعتقد أنه كان متواضع جدا يعني إنجاز التعبير في العرف العسكري والعرف الاستراتيجي. أعتقد أن الأمور يعني الفترة دي خرجت عن نصابها بسبب تصرفات إسرائيل الهوجاء. إسرائيل أقدمت على اغتيال قياديين كبار يعني زي إسماعيل هنية وأيضا فؤاد شكر طبعا في إيران. أعتقد أنه هذه الأمور لم تجني منها إسرائيل أي شيء على الإطلاق، ولكن هو السؤال اللي بيطرح نفسه الحقيقة، ماذا جنت إسرائيل من جراء عمليات الاغتيال؟ اطلاقا لم تجني يعني اسرائيل شيئا. ربما هي تصرفات استفزازيه. نعم. ربما نعم. تثير استفزاز، وده فعلا زي ما حضرتك. ولكن دكتور ابراهيم، يعني من المفترض وبعد ما استمعنا اليه سواء من علي خامنئي او من حسن نصر الله وهذه النبره التي بها الكثير من التهديد والوعيد وغيره، نعم. تصورنا اننا لن تمر ليلة اغتيال فؤاد شكر، ولن تمر أيضا ليلة مقتل إسماعيل هنية إلا وسيكون الرد حاضرا وبعنف كما كان الأداء الإعلامي والخطاب الإعلامي. نعم. سواء لعلي خامنئي أو لحسن نصر الله. ده دايما ومفترض أنها يعني ستكون ضربة ثأرية ستثأر لاثنين من القيادات المهمة. نعم. بالنسبة لإيران، ولكن ما حدث حتى الآن ولا شيء. هل بالفعل إيران ستقوم بضربة مدوية ثأرية أم أنها ستبقى فقط في حالة العنترية من التصريحات؟ أعتقد أنه إيران ده ديدانها طول الوقت. يمكن إحنا السياسة علمتنا أنه إيران تاريخيا يعني لم يعني تقم بشكل كبير جدا برد عنيف على حتى إسرائيل في أقصى تعنتها في يمكن في الحرب على لبنان، في يمكن حربها على غزة. إسرائيل إيران دائما ما تستخدم أذرعها العسكرية في المنطقة، يمكن بترد عن طريق حزب الله في لبنان، الأنصار الله في الحوثيين في العراق في اليمن. أعتقد أن هذه سياسة تنتهجها إيران منذ القدم. يعني أعتقد أن إيران دولة قوية، نعم، لديها من الاستعدادات العسكرية الكثير والكثير، نعم، ولكن هي لم تخط حربا يعني بشكل مباشر. يعني إيران لم تخط حربا بشكل مباشر ولا تريد أن تخوض حربا بشكل مباشر، وهي صرحت أكثر من كده. يمكن القادة العسكريين داخل إيران قالوا إحنا مش عايزين نخش في حرب إقليمية شاملة مع الكيان الإسرائيلي، ولكن زي ما قلت لحضرتك إنه هم بيحاولوا من خلال أذرعها السوري العسكرية في المنطقة، يمكن حزب الله في 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 في, في لبنان، الحوثي في اليمن، في العراق، في سوريا. أعتقد أنه هي هذه الأمور يعني تعودنا عليها من إيران، ولكن هل هناك رد؟ نعم هناك رد، ولكن متى وكيف وأين؟ هذا هو السؤال الذي لم يعني تجيب عليه إيران إلى الآن. نعم. أزيد بسؤال آخر عن اختيار السنوار بديلا عن إسماعيل هنية أو الرئيس المكتب السياسي الحالي بعد مقتل إسماعيل هنية، ولماذا السنوار، ولماذا أو ما الذي تحاول حماس أن تصدره من رسائل إلى إسرائيل أو إلى أي قوة أخرى، وهنا بالتأكيد إسرائيل في المقام الأول. يعني لماذا السنوار، وخاصة أن للسنوار نفسه مجموعة أو عليه مجموعة من علامات الاستفهام المختلفة، مطلوب دوليا ومطلوب في الداخل الإسرائيلي ومطلوب من أكثر من جهة. سؤال يجيب عليه ضيفنا الكريم دكتور إبراهيم النجار مدير تحليل الأهرام بعد متابعة هذا التقرير. الوقت قد حان لوضع حد وبصورة فورية للمعاناة المستمرة لسكان القطاع وللمحتجزين وعائلاتهم عبر الانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين. هكذا دعا قادة مصر وقطر والولايات المتحدة في بيانهم الثلاثي حركة حماس وإسرائيل إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى يوم 15 من أغسطس في القاهرة أو الدوحة. إسرائيل من جانبها وافقت على استئناف المحادثات حول الهدنة في الموعد المحدد بناء على طلب دول الوساطة، وأنها سترسل وفدا من المفاوضين إلى المكان الذي سيتم الاتفاق عليه للانتهاء من تفاصيل تنفيذ الاتفاق. حماس أيضا أكدت على رغبتها في مواصلة الانخراط في التفاوض تحت قيادة السنوار، بل شددت الحركة عبر قادتها على أن السنوار كان حاضرا في تفاصيل ومراحل المفاوضات السابقة كافة، وأنه يتمتع بقدر عال من المرونة التي تتماشى مع تعاطي حماس مع ذلك المسار.
وعلى صعيد متصل، تتفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين الفلسطينيين مع افتقارهم للاحتياجات الأساسية للحياة، خاصة مع توقف إمدادات المساعدات عقب إغلاق قوات الاحتلال لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني وتم تدميره. فمنذ اندلاع طوفان الأقصى يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا شعواء على قطاع غزة، خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة الكثير من الأطفال. فالوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا يوما بعد يوم، ومعدلات البطالة مرتفعة جدا، ونسب الفقر والعوز تتزايد بشكل ملحوظ، والوصول إلى المياه النظيفة والكهرباء يعتبر تحديا كبيرا نظرا للتدمير الذي لحق بالبنية التحتية. إن الاستمرار في تجاهل الأوضاع الإنسانية في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة السكان. يجب على المجتمع الدولي والجهات المعنية التعاون للعمل سويا من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتحسين الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة. مرة تانية أهلا بحضراتكم، والحديث عن تطورات الأوضاع في الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين وكذلك احتمالية الرد الإيراني على مقتل اثنين من عناصره المهمة، وكذلك هل نحن بصدد حرب شاملة في المنطقة إذا ردت إيران من ناحية وكان الرد المباغت الآخر أو المضاد الآخر من إسرائيل، وندخل فيه هو سحيقة لا نتمناها بكل تأكيد. للتعليق على هذا الأمر وغيره نجدد الترحيب بضيفنا الكريم بالاستوديو دكتور إبراهيم النجار مدير تحرير الأهرام، كما أرحب كذلك بضيفنا الكريم الذي انضم إلينا مباشرة من بيروت عبر سكايب دكتور ميشال الشماعي الباحث المتخصص في الشؤون الدولية. أهلا وسهلا دكتور ميشال. أهلا بكم. مرحبا بك دكتور ميشال. وكيف تقرأ الوضع الآن؟ هل نحن أمام احتمالية حرب إذا ردت إيران بصورة قوية، أم أنك تستبعد أن يكون الرد الإيراني قوي بالدرجة التي فيها يدخلنا في هوة حرب؟ مجد الله، مساء الخير لك وللمشاهدين جميعا، شكرا للاتصال. بداية، نحن نعلم تماما أن الجمهورية الإسلامية في إيران تتجنب أن تحارب بالمباشر، وهي تحارب بالوساطة عبر الأذرع التي عملت على تأسيسها طوال هذه العقود الأربعة، وأبرز هذه الأذرع هي منظمة حزب الله في لبنان، وهي أصبحت على تماس مع العدو الإسرائيلي بوجود هذه المنظمة في لبنان وبالتحديد في أرض الجنوب. لذلك باعتقادي هي حتى الساعة لن تدخل في حرب شاملة، بل سترد عبر منظمة حزب الله، وإن ردت من الداخل الإيراني هي تعلم تماما أن هنالك، كما نشر منذ يومين أو من البارحة أعتقد، US Navy FA-18E Super Hornet موجودة في الأردن، إضافة إلى أكثر من نصف أسطول طائرات الـ F-22 رابترز موجودة في قطر، زائد 6 طائرات للتزود بالوقود، هذه كلها باتت موجودة، زد على ذلك البوارج الحربية التي رست في موانئ قبرص وفي شواطئ المتوسط، هذه كلها لم تأتي إلى المتوسط هيك للنزهة، إنما هي أتت للضغط بهدف ثني إيران عن أي رد متهور قد يؤدي بها إلى زوالها على قاعدة، كما حدث مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين. لا. يعني لهذه الدرجة المجتمع الدولي مستعد لأن يخوض هذه الحرب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي تعلم ذلك. نعم، ولكن إيران كما نعلم وكما أشار ضيفنا الكريم بالاستوديو دكتور إبراهيم النجار مدير تحرير جريدة الأهرام، أشار إلى أنه إيران دائما ما تستخدم أذرعها، هي لا تحارب بشكل مباشر، وأذرعها أصبحت كثر الحقيقة في المنطقة العربية. فما هو قادم؟ أن تستخدم إيران أذرعها أيا ما كان هذا الذراع، الذراع الحوثي، الذراع حزب الله، ذراع العراق أو الفصائل في العراق، أو أن تكون هناك ضربات مباشرة لكي تعلن إيران عن نفسها كقوة لا يستهان بها في المنطقة؟ حتى الساعة باعتقادي أن إيران تحاول أن تتجنب هذه المسألة، لأنها تدرك تماما ما هو بانتظارها، لذلك هي ستعمد على الأذرع، ولكن لا نستطيع أن نستبعد أي احتمال، وفي حال حدث ما هو ليس في الحسبان، يعني أن تدخل إيران بشكل مباشر، فحتما المنطقة ستذهب إلى انفجار شامل وكبير جدا، ونعرف كيف يبدأ طبعا، ولن نعرف كيف ينتهي. دكتور إبراهيم، هل تختلف مع دكتور ميشال
الانفصال او تتفق؟ بالعكس، انا اتفق مع كثير مما قاله معالي الدكتور. اعتقد انه يعني احنا زي ما قلت لحضرتك بنأكد بما لدى مجال الشك ان ايران يعني على مدى تاريخها، انا زي ما بقول باكد تاني، ايران دوله قويه، دوله عسكريه، دوله ذات سياده، دوله يعني تستطيع ان ارادت ان تمحو اسرائيل من الوجود لفعلت. ولكن هناك حسابات سيده الكريمه، هناك حسابات لدى الجانب الايراني يعني يا اخوانا اكثر مما نعتقد نحن. يعني ايران على توافق تام مع الولايات المتحده الامريكيه ومع اسرائيل بشكل، هناك تنسيق على مستوى عالي ما بين الولايات المتحده الامريكيه وبين ايران واسرائيل. يمكن زي ما تفضلتي حضرتك والضيف الكريم دكتور تفضل، انه حتى لما يعني قاربنا على مشارف الرد بعد اغتيال القياديين الموجودين في ايران، امريكا صارعت بارسال تعزيات عسكريه، اسرائيل على طول عززت من دفاعاتها الجويه والقبه الحديديه. اعتقد ان هناك كان تنسيق يعني فوري يعني وقوي جدا 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 جراء او يعني في انتظار الرد الايراني المرتقب على اسرائيل. دكتور ميشال، اعود لايام قليله مضت وفيها تحدث السيد نجيب ميقاتي مسير الحكومه اللبنانيه، الذي اشار بان بلاده تحتفظ بنفسها بحق او تحتفظ عفوا بحقها في الدفاع عن ارضها وسلامه شعبها. وكذلك تحدث وزير الخارجيه اللبنانيه حينما اتى هنا الى القاهره واجتمع بوزير الخارجيه المصري بدر عبد العاطي، واكد كذلك على ان من حق لبنان أن تدافع عن أرضها وعن مدني عن شعبها. فلابد هنا من الإشارة إلى موقف الحكومة اللبنانية وما تمتلكه من أدوات من شأنها أو تستطيع من خلالها الدفاع عن وحدة أرضها وشعبها. هلا بداية، من البديهي أن أي بلد يتعرض إلى الاعتداء سواء كان خارجيا أم إلى زعزعة أمن في الداخل، حكومة هذا البلد أو السلطات الموجودة فيه هي مولجة بالدفاع عن هذا البلد. ولكن الحالة في لبنان مختلفة تماما سيدتي الكريمة. قرار الحرب والسلم ليس موجودا بيد الحكومة اللبنانية، ولست أنا من أقول ذلك، بل هو نفسه رئيس الحكومة عندما سئل من قبل إحدى المذيعات فقال لها أين تعيشين أنت؟ هل أنا أستطيع أن أقرر؟ هو إذا اعترف بأن القرار ليس بيده. وزير خارجيته يكاد عندما نستمع إلى تصريحاته نعتقد أنه وزير خارجية منظمة حزب الله، هو يدير سياسات هذه المنظمة عبر المؤسسات الموجودة في الدولة اللبنانية. يعني بالمختصر الدولة اللبنانية ليست موجودة بل هي مختطفة من قبل منظمة حزب الله، والسيد ميقاتي هو مجرد كما أشرت حضرتك مسير للأعمال ليس أكثر. حبذا نتمنى يعني لو أن هذه الحكومة فعلا هي حكومة الدولة اللبنانية لكنا وقفنا جنبا إلى جنب معها ولكنا دفعنا معها، ولكن هذه الحكومة لا تمت إلى أي صلة بالدولة اللبنانية، بل هي تمثل سياسات منظمة حزب الله ومحور الممانعة في لبنان عبر الدولة اللبنانية باستغلالها للمؤسسات الخاصة بهذه الدولة. نعم دكتور ميشال، جميعنا يعلم أن إسرائيل وتحديدا نتنياهو وحكومته الفاشية يرغبون في استمرار أمد الحرب تخوفا وخشية من سلسلة من المحاكمات سواء في الداخل الإسرائيلي أو في الخارج وعلى المستوى الدولي. برأي حضرتك إذا تمت صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية وتبادل المحتجزين وتهدئة الأوضاع أو الوصول إلى هدنة في الأراضي الفلسطينية، إذا ما ربطنا ذلك بالمنطق الإسرائيلي بمنطق نتنياهو تحديدا مع هدنة في الداخل الفلسطيني تعني تصعيد مع الجنوب اللبناني، تعني تصعيد واشتباك مع حزب الله من أجل بقاء حالة الحرب مشتعلة طوال الوقت من أجل سلامته ووجوده الشخصي؟ هلا اليوم بالتحديد ومنذ قليل عندما تم اغتيال قيادي من حركة حماس على مدخل مخيم عين الحلوي عبر غارة من طائرة مسيرة، اعتقد اسمه سامر الحج، هو مسؤول الامن بحركة حماس، صدر تصريح من دولة العدو الاسرائيلي ان لا وجود بعد هذه الضربة لأي خط أحمر أو لأي حدود، بل هذه المسألة لم تعد موجودة ونحن سنتحرك بكل ما أوتينا في كل الأماكن.
يعني بمعنى آخر ما أريد أن أقوله أن العدو الإسرائيلي من الأساس لم يضع أي حدود. يعني هو بالنسبة إليه جبهة شمال فلسطين ليست مرتبطة بجبهة غزة، إنما هو يعمل بطريقة منفصلة بين الجبهتين. لكن النظرة من ناحية محور الممانعة، هو حاول هذا المحور ربط جبهة جنوب لبنان بجبهة غزة، لذلك هم سموها جبهة إسناد أو إشغال، سميها ما شئت. ولكن للأسف بنظر العدو الإسرائيلي هذه جبهة مستقلة، وهو يخوض معركة عليها، يريد أن يصل من خلال هذه المعركة إلى تسوية طويلة الأمد، سموها ما شئتم. هو لا يكترث للتسمية سلام، تطبيع، هدنة، معاهدة، لا يكترث للتسمية، بل جل ما يريده هو أن يؤمن الاستقرار على حدود فلسطين المحتلة، الحدود الشمالية لأرض فلسطين المحتلة. هذا هو أهم العدو الإسرائيلي، فإذا لا خطوط حمر عند هذا العدو. دكتور اسمح لي أنقل السؤال إلى دكتور إبراهيم، والحديث هنا عن فكرة، هل التهدئة في الأراضي الفلسطينية تعني تصعيد في الجنوب اللبناني والعكس بالعكس، أو ماذا ينتوي، ما الذي يدور في رأس نتنياهو؟ أعتقد جزيما لا طبعا، يمكن لو حصل تهدئة في الفترة القادمة، وأعتقد أنه يعني احتمالية ده شوية في وجهة نظر أنا الشخصية، يعني أعتقد أنه نتنياهو حيمارس دوره المعهود طبعا في تعقيد الأمور والتعنت بشكل كبير جدا لإطالة أمد الحرب، يعني نظرا لتخوفه على مستقبله السياسي. إذا وقفت الحرب وتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعتقد أنه ستقوم المحاكمات للحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها طبعا نتنياهو، سيزج به فورا إلى السجن. أعتقد أنه الأمور مختلفة تماما، إذا جاز التعبير أنه حصل نوع من التهدئة ووقف إطلاق مؤقت، وقف إطلاق للنار مؤقت، يعني ربما ده ينعكس بشكل كبير جدا على الجنوب اللبناني أيضا. هي مرتبطة، هي يعني هي السلسلة مرتبطة بعضها ببعض. يمكن زي ما الضيف الكريم تفضل، هي جبهات إسناد كلها تدور في فلك واحد وتعمل بشكل آلي ومنتظم، وهناك تنسيق على مستوى الجبهات سواء كان في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو حتى في اليمن. الأمور أعتقد أنه نتنياهو سيتدخل بشكل كبير جدا، رغم أنه هو وافق مبدئيا على إرسال وفد إلى سواء كانت القاهرة أو في 15 أغسطس الحالي أو الدوحة. نعم يعني، ولكن هي هذه يعني يمكن احنا تعلمنا كتير جدا من دروس نتنياهو في الفترة الأخيرة. وضع شروط تعجيزية أمام محور المقاومة، وضع شروط يعني تكاد تكون من المستحيلات على تنفيذها في المدى القريب أو حتى البعيد. نعم صعب جدا، ولكن هذا هو ديدا نتنياهو، هذه سياسته. يعني يعني طبعا كلنا عارفين المراقبين والباحثين، اعتقد انه هو بيحاول بشكل كبير جدا جدا الحفاظ على إطالة امد الحرب بشكل كبير جدا، حتى تحقيق الاهداف اسرائيل التي لم ينفذ منها اي شيء على الاطلاق على الارض. احنا بنتكلم في اكثر من 307 يوم وفشل ذريع على المستوى الميداني، على المستوى السياسي، على المستوى القضاء على حماس. اين حماس؟ حماس ما زالت قويه وما زالت متماسكه وما زالت تصدر للعالم كله ان احنا جماعه مؤسسه قويه، وما زالت تقاوم حتى الان، حتى اللحظه ما زالت تقاوم وتوجع العدو يعني بشكل او باخر. يعني خلينا نتفق في هذا الصدد. طيب على ذكر حماس دكتور، وكنت دكتور ميشال قبل تشريف حضرتك لينا كنت بسال دكتور ابراهيم على فكره تعيين يحيى السنوار رئيس للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا لإسماعيل هنية بعد مقتله. تعيين السنوار برأي حضرتك سيساهم في التهدئة أم أنه سيؤجج غضب إسرائيل أكثر وأكثر؟ لا إطلاقا لن يساهم في التهدئة، إضافة إلى أن أبو عبيدة قد بايع السنوار، أعتقد منذ قليل صدر الخبر. فإذا نحن متجهون إلى المزيد من التصعيد. أنا أختلف قليلا مع الأستاذ الضيف الكريم الذي قال أن دكتور إبراهيم، كل الاحترام، أن حماس هي بموقع القوي اليوم وهي ما زالت موجودة على الأرض.
قد تكون بعض القيادات وبعض الفرق العسكرية موجودة لحماس، طبعا هذا واقع، ولكن أنا ما يهمني على الأرض هو غزة والشعب الفلسطيني. هذا شعب تم ذبحه وتم سفك دمائه من قبل حماس ومن قبل الإسرائيلي على السواء. أنا باعتقادي هما وجهان لعملة واحدة بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، كلاهما أضر بالشعب الفلسطيني. ولكن لم تحقق أعود لو تسمح وعفوا للمقاطعة إلى ما ذكرت حضرتك من أن تعيين السنوار سيؤدد الصراع أكثر وأكثر. ألم يكن في رأس حماس هذا الأمر وهي تختار السنوار خلفا لهنية؟ هي لا تستطيع أن توقف القتال. هم إذا أوقفوا القتال هم سقطوا حتما. ونتنياهو هو يستثمر ذلك، وهو أيضا كما قال الضيف الكريم لا يريد أن يوقف القتال ولا يريد أن يصعد أكثر مع لبنان بطريقة القتال، لأنه يقوم باصطياد قادة منظمة حزب الله كالعصافير ويصطادهم واحدا تلو الآخر، إضافة إلى قادة حماس الموجودين في لبنان. لذلك هو مرتاح كما هو الآن في هذه الحرب. يبقى هنالك خطر داهم جدا. أنا أعتقد أن إيران لن تنجر إلى حرب واسعة، لأنها تدرك تماما ما مفاعيل هذه الحرب. ولكن إذا حدث مسألة ما لم تكن في الحسبان، كما وقع الصاروخ على مسجد السلم في الجولان منذ أيام قليلة، عندها قد ينفجر غضبا نتنياهو، ونحن نعلم أن هنالك لا حدود لإجرامه ولا حدود لحفلة جنون، يعني قد نستطيع أن نسميها لا حدود لذلك. نعم دكتور ميشال الشماعي الباحث المتخصص في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا. وأعود من جديد إلى دكتور إبراهيم والسؤال عن السنوار. السنوار الحقيقة يعني عليه مآخذ كثيرة، نعم، سواء من إسرائيل أو حتى من المجتمع الدولي بصورة أو بأخرى. لماذا حماس اخترت السنوار خلفا لهنية؟ يمكن ده كانت صدمة كبيرة جدا حتى للداخل الفلسطيني قبل الخارج. يمكن السنوار 61 سنة، بنتكلم في 61 سنة، الرجل ده اعتقل أكثر من 23 سنة، نصف عمره بالضبط، أقل من نصف عمره بقليل. داخل السجون الإسرائيلية فهو أكثر رجل في فلسطين يعلم جيدا أو يعرف جيدا العقلية الإسرائيلية كيف تفكر. يمكن في بوست متداول على وسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي ظريف قوي، كانوا جايبين الرجل اللي بيحقق مع سنوار في السجن، فبقول له يومين ثلاثة لو كنا نعرف إن أنت جاي كنا عملنا عينا حراسة على هنية، يعني نوع من التندر يعني. بس أكيد له مغزى طبعا طبعا، ما فيش حاجة يعني طبعا. وما الهدف او برأي حضرتك؟ بصي معروف ان سنوار ريديكالي ومن الصقور اذا جاز التعبير. هو رجل قوي جدا، هو رجل الانفاق كما يطلق عليه في داخل غزه، هو بيعيش تحت الارض اكثر ما يعيش فوق الارض. بصي سنوار على المستوى الانساني هو اقوى شخصيه موجوده في حركه حماس انجاز التعبير بشكل او باخر يعني. هو كان يدير، هو المتسبب بشكل كبير جدا على حسب الروايه الاسرائيليه في احداث الطوفان الاقصى في 7 أكتوبر الماضي، وهو مهندس هذا الطوفان وهذه العملية. أيضا هناك قويل كثيرة وتحليلات كثيرة تقول أنه ربما يكون ضد الاتفاقية وضد الهدنة وضد وقف إطلاق النار وضد، ويمكن ده العامل الرئيسي اللي جابته حماس. يمكن زي ما قلت لحضرتك هي صدمة، كانت مفاجأة. يمكن اسمه ما كانش مطروح على الإطلاق في قائمة من يخلف هنية، يمكن كان أقواهم وأكثرهم، وإحنا كنا متوقعين أن ده اللي جاي خالد مشعل. طبعا على أساس أن خالد مشعل أيضا لو نتذكر مسك الحركة بعد اغتيال عبد العزيز الرنتيسي، لو نتذكر هذا الأمر. هو كان مسؤول عن حركة حماس في غزة، فلديه من السوابق ولديه من الخبرات ما تؤهله لخلافة إسماعيل هنيه. ولكن زي ما قلت لحضرتك هو قرار ربما أرادوا به حركة حماس بشكل أو بآخر، أو مجلس الشورى حركة حماس أو مؤسسة حماس أنا زي ما بطلق عليها، هي توجيه للداخل الإسرائيلي أكثر منه للخارج، رغم علامات الاستفهام زي ما حضرتك تفضلتي على الرجل السنوار يحيى السنوار. ولكن
انا تصوري الشخصي، انه المفاوضات سوف يعني تجري تنجح. في تجري مش نجاح بالشكل المطلق، يعني انا يمكن متحفظ شويه على فكره انه الوصول لهدنه ووقف اطلاق النار بشكل فوري. اعتقد ان الامور سوف يعني تاخذ يعني سوف تجري في مياه كثيره في النهر. اعتقد انه هناك مداولات وهناك يعني صد ورد وجذب وشد ويعني مفاوضات زي ما يعني بنقول بشكل كبير جدا الفتره اللي جايه. عمليات حماس فترت بصورة أو بأخرى في الآونة الأخيرة، فهل كانت حماس ترغب من خلال تعيين السنوار أن تقول لإسرائيل أنني ما زلت موجودة وقادرة على أن أخطط عمليات مثيلة للسابع من أكتوبر، وأنني ما زلت بكامل قوتي قادرة على المقاومة، وأن حماس لم تنتهي بعد 10 أشهر وهي كانت واحدة من الأهداف الرئيسية لإسرائيل في حربها على الفلسطينيين؟ خليني أتحفظ شوية على ما حضرتك على ما ذكرت حضرتك. سامحيني، أعتقد أنه لا، يعني حماس ما زالت قوية، ما زالت موجودة، ما زالت مستمرة. أعتقد بتطور بشكل أو بآخر من عملياتها النوعية. يمكن الأحداث الأخيرة، ويمكن احنا متابعين للنهار في الفضائيات وفي التلفزيون المصري كمان، الرد سواء كان في شكل خروقات أو في شكل يعني الضرب من مسافة صفر، سواء تدمير آليات، قتل جنود، الفخاخ اللي بتحصل بشكل أو بآخر للجنود والمركبات العسكرية الإسرائيلية، أعتقد لا، يعني يمكن حماس ما زالت ترد وبقوة، ولكن يعني نقدر نقول بشكل أو بآخر إن هي يعني في حالة استكانة بعض الشيء. يمكن الحدث السياسي المرتبط بده، يمكن زي ما بقول هو فكرة اختيار السنوار. السنوار يعني أنا أعتقد إن هي مرحلة ما بعدها. يمكن خليني أتذكر مع حضرتك والسادة المشاهدين الكلام اللي أنا بقوله، إن السنوار سوف يكون له دور كبير جدا 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 في الداخل الفلسطيني وفي فلسطين، وليس في غزة، في فلسطين. وتذكروا الكلام ده كويس الفترة اللي جاية. أعتقد أنه كلام كتير جدا بيتقال أنه احتمال كبير يبقى رئيس السلطة الفلسطينية، احتمال كبير يبقى مرشح، احتمال كبير في انتخابات في 2025 اللي جاية. ما هو شكل هذا الدور؟ أتصور أنه لا يتجه إلى التهدئة، لأنه الاختيار في حد ذاته لا يحمل أي نوع من الهدوء. ربما، ولكن الأحداث كفيلة أن هي تجيب على سؤال حضرتك وسؤال السادة المشاهدين وسؤالنا كلنا على اللي بيحصل داخل الفلسطيني. ولكن أنا تصوري الشخصي وقراءتي الشخصية وتحليلي الشخصي، أعتقد أن السنوار سوف يكون كلمة السر في الفترة اللي جاية. حضرتك قلت أنه ربما يكون بديل أو يكون حاضرا في السلطة الفلسطينية. نعم. بصورة أعمق وأوضح. نعم. من شأن هذا أن يؤجل بالتأكيد غضب إسرائيل، ولن تصمت إسرائيل على هذا الأمر، لا سيما وأنها في الوقت الحالي تحجم كثيرا من قوة السلطة الفلسطينية وتصادر أموال السلطة الفلسطينية، وحتى أنها حينما كانت تتحدث بصورة مبهمة وخفية نسبيا عن اليوم التالي للحرب، كانت تتحدث فيه أبدا عن هذه السلطة وعن هؤلاء الأسماء وهذه الشخصية. نعم. بص، يحس انه ليس بعيدا عن ما كان يحدث من هدن سابقه، ولم يكن ابدا بعيدا عن التداعيات السياسيه والابنيه والاستراتيجيه والعسكريه حتى والميدانيه داخل غزه. كان يستشار بشكل او باخر حتى ايام هنيه، كان هو ايضا متواجد بشكل كبير جدا ويقر بشكل كبير جدا مع عمليه المفاوضات. اعتقد انه الفتره اللي جايه السنوار سوف من موقعه السياسي سوف يتغير بشكل او باخر. انا اعتقادي الشخصي وقراءتي الشخصيه نظرا لتداعيات كثيره جدا، الظروف مختلفه تماما يا فندم عن الظرف التاريخي والسياسي اللي كان فيه إسماعيل هنية رحمة الله عليه. أعتقد أنه الأمور مختلفة. السنوار رجل دولة، السنوار ليس دفاعا عن السنوار، ولكن ده قراءة شخصية وأنا مسؤول عنها بشكل كبير جدا. السنوار الفترة اللي جاية ربما يعني النهج السياسي الذي تربى عليه، احنا بنتكلم أنه الصقور وبنتكلم أنه هو ممكن يكون أداة تعطيل بشكل أو بآخر للمفاوضات وقلق بشكل كبير جدا لإسرائيل، ولكن
اعتقد انه السياسه الموقع السياسي الذي يعني يتقلده الشخص ربما يملي عليه بشكل او باخر، والظرف السياسي ايضا والتداعيات الدوليه بشكل او باخر ربما تملي عليه اشياء كثيره جدا. يمكن يعني انا هضرب مثال بسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، يمكن في حادث الرده يمكن سيدنا ابو بكر معروف عنه الرأفه والهدوء والسكينه والطيبه بشكل او باخر، سيدنا عمر معروف عنه عمر بن الخطاب يعني الحمية. من اراد ان فليلقيني خلف الجبل، يعني يفقد عايز يفقد اهله وامه ويوريني نفسه يعني. ولكن شوفي 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 ازاي تصرف سيدنا ابو بكر وتصرف ازاي سيدنا عمر في حادث الرده. يعني لما سيدنا ابو بكر قال والله والسنوار ايا منهما، هو ابو بكر اعتقد هو مزيج من الاثنين، مزيج من الاثنين. واعتقد انه ايضا يعني زي ما بقول لحضرتك هو هيتصرف حسب الظرف والضغط السياسي الاني والضغوط الدوليه المعتبره. السنوار على علاقات طيبه جدا جدا بالداخل الفلسطيني، يحظى بشخصيه بيحظى باحترام كبير جدا حتى لدى السلطه الفلسطينيه. يمكن السلطه الفلسطينيه رحبت بشكل كبير جدا وقالت في بيان رسمي ان هي ترحب باختيار حركه حماس للسنوار. ايضا على علاقات طيبه جدا بمصر، وعلاقات طيبه جدا بقطر، وعلاقات طيبه جدا بالخليج بشكل او باخر. هو يستطيع ان يحدث فارقا في الفتره القادمه. ده قراءتي الشخصيه واعتقادي الشخصي. إذا كان هو يرتبط بكل هذه العلاقات الطيبه مع كل هذه الاطراف، فبالتاكيد ذلك سيثير حفيظه اسرائيل بصوره او باخرى ويجن جنونها اكثر واكثر. فهل نحن متجهون نحو تهدئه بعيدا عن بيان قاده الدول الثلاث؟ هل نحن متجهون بصوره عامه الى التهدئه، ام ان باختيار السنوار نحن في معترك اخر وفي حرب جديده؟ والله بعيدا عن اختيار السنوار، انا في اعتقادي الشخصي كلمه السر برضو في موضوع المفاوضات اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه. اذا ارادت الولايات المتحده الامريكيه وهي تستطيع وتقدر على ذلك بشكل كبير جدا الضغط بشكل قوي على اسرائيل لارغامها بشكل او باخر على قبول الهدنه ووقف اطلاق النار حتى ولو بشكل يعني مؤقت، يعني لنمنعة الجراح وترتيب البيت من الداخل. اعتقد ان الامور محتاجه مننا اكثر وعيا واكثر ضغطا واكثر، يمكن زي ما حضرتك قلتي وبنقول دايما والبيان حتى بيقول حان الوقت، ولكن وحتى ان الوقت كمان تاخر على حد قول حضرتك. كلمة السر في المفاوضات أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية ثم إسرائيل. إسرائيل متعنتة بشكل كبير جدا. إسرائيل زي ما قلت لحضرتك لاعتبارات شخصية ومصلحية لدى نتنياهو هو يمضي في هذا المضمار، يعني بيحط شروط تعجيزية، بيرمي اللوم أو بيلقي اللوم على الفصائل، على حماس إن هي متعنتة، إن هي مش موافقة. السنوار، على ذكر السنوار يعني ربما يتشدد في بعض النقاط وفي بعض البنود، نعم، ولكن في المجمل يعني يستطيع ان الامور تمرر من خلال السنوار، يعني هو السنوار ليس عقبه بشكل كبير، هو عقبه نعم ولكن مش بالشكل اللي احنا متصورينه. هو يعني يستطيع، لديه من المرونه السياسيه والتفاوضيه حتى كمان انه يستطيع ان الامور تمرر، ولكن التعنت والذي يستطيع ان يوقف هذه الهدن او هذه الهدنه التعنت الاسرائيلي بالضبط. شرفتنا دكتور، شكرا جزيلا على تحليل حضرتك ومتابعتك معنا. دكتور ابراهيم النجار الكاتب الصحفي مدير تحرير الاهرام، وكذلك الشكر موصول الى ضيفنا الذي انضم الينا من بيروت دكتور ميشال الشماعي الباحث المتخصص في الشؤون الدوليه. بالتاكيد بعد مرور 8 أيام فوق 308 يوم من الحرب أو 10 أشهر على الحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، لم يعد هناك من يحتمل، لم يعد هناك وضع إنساني صعب وبالغ الصعوبة الحقيقة على كافة المستويات في الأراضي الفلسطينية. لا نحتمل أبدا أن يكون هناك تصعيد آخر، ونسأل الله التهدئة. الدور الذي قامت به مصر في جولات المفاوضات المختلفة وصولا للبيان الذي استمعنا وتابعناه بالأمس الخميس، بيان قادة الدول الثلاث بالوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والموعد المرتقب في 15 أغسطس إن شاء الله، وإن غدا لمضيه قريب، نتمنى أن يأتي بالتهدئة وبالسلام. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، تحية البالغة على المتابعة، تحياتي وإلى اللقاء.